هذا وتعد مصر والهند من ابرز اركان دول العالم الناميه الواعده وغير المنحازه تجمع الدولتين علاقات وثيقه تفرضها السمات المشتركه للبلدين من حيث الاهميه على الصعيدين الاقليمي والدولي بجذور راسخة واحترام وثقة متبادلة تجمع مصر والهند علاقات تاريخية تعكس قوة ومتانة العلاقات بين الشعبين بوجه عام والقيادة السياسية لكلا البلدين على وجه الخصوص، لتتنامى العلاقات بعد الاشتراك في صياغة مواقف الدول النامية عقب التحرر من الاستعمار، وتنعكس العلاقات الثنائية بوضوح في عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية منذ انشاء جمعية الصداقة المصرية الهندية التي تأسست عام 1952 العلاقات المشتركة شهدت تطورا كبيرا على كافة المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحرصت الدولتان على تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الأسيوية وهو ما يظهر جليا في المشاورات المتواصلة التي تمت وتتم بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى نيودلهي في عام 2016 ولقائه مع رئيس جمهورية الهند براناب موخرجي واحدة من أهم الزيارات في تاريخ العلاقات بين البلدين، والتي مهدت الطريق لعلاقاتٍ ثنائية أكثر عمقاً. محطة فاصلة أخرى شهدتها العلاقات الثنائية، ترجمتها مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثالثة لمنتدى الهند أفريقي عام 2015. ليتحدث الرئيس السيسي وقتئذ عن استشراف آفاق جديدة للعلاقات الثنائية تضمن تكثيف التعاون بين البلدين في جميع المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين وتأكيدا على ارتقاء العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية وجهت الهند دعوة لمصر في ديسمبر الماضي للمشاركة في جميع اجتماعات وقمة مجموعة العشرين والتي ستتولى الهند رئاسة دورتها الحالية ولمدة عام هنا تتحدث المواقف والأحداث لتروي قوه التاريخ الطويل بين البلدين والذي ينعكس ايجابيا على مستقبل العلاقات الثنائيه في ظل اعمال الاصلاح الاقتصادي والتنميه الشامله التي تشهدها مصر والتي تعد الهند خلالها احد الشركاء البارزين